يا جماعة اليوم حنحكي عن بني آدم اسمه عمر الصعيد. عمر الصعيد عنده بنتين، بنتين هذول عندهم قناة على اليوتيوب، والقناة اليوتيوب هاي أخذوا مقطع منها ويا جماعة المقطع جاب ترندنج على تويتر بطريقة مش طبيعية، عشان سوى شغلة بالفيديو هذا حسب وجهكم إياها. ويلا نبلش بالفيديو، لبطل أنتو. 4 5 6 7 8 9 10 يا جماعة هاي عمر الصعيد ومايا ونايم، هاي اللطيف مش فيها إيش يطلعوا. متى كبر هاي شو صار؟ الله يخليه. لا استريح ما بديش الأم. يعني بنته مزعجيته فهي قاعد بيحكي الأوقد بأدب وأخلاق، فيش فيها إشي، ما بعرف ليش الفيديو جد. خليك خلاص. لا 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 والله. لا. طيب يا جماعه الناس كبست مع الناس ولعت على تويتر، يعني كانه طش بنته 50 كف. ناس بتحكي لا شو هاد، شو اللي عملته، شو العنف، يا بي حقوق الاطفال. يا جماعه المشكله احنا كلنا احنا اولاد صغار كنا ننقص، كانت هيك امنا متاكد امهات كل الدنيا كانت هيك تقصه بمكان كمان ايش ما يبين قدام الناس، يعني فاهمين تقصه هون مثلا عفخداته عشان يعني قدام الناس ما يبين انه مقوص بالعقل. يعني يا جماعه قص عادي، ايش في قصة، ما طش كف ولا عمل اشي، بس الناس خلاص انجنت يا جماعة. المهم بعد ما قصة يا جماعة شوفوا هاد تفعله بالفيديو كيف صارت، يعني هيك هو انعجق. عندكم الساعة الان، الساعة هلا عندنا قديش اللي الساعة؟ الساعة معي ساعة نسيتي فوق. طيب. يا جماعة شفتوا العجقة بعد ما قصة شو صار؟ انعجق وبنته انعجقت معه وما عرفوش شو يعملوا. كم الساعة؟ الساعة يا الله. يا جماعة الناس يا باي شو دراما؟ طلعوا هذا البوست، شوفوا. شو الشهرة ممكن تعمل؟ ممكن يأذي بنته جسديا ونفسيا، ويمنعها من انها تتصرف طفولتها وعفويتها، ويغطي عليها ويكمل مشان الايجو ما ينهز، مشان الايجو ما ينهز، برغم انه البنت الثانية انعشقت الا انه بده يكمل. هذول بيطلعوا اخر شيء بيعملوا قنوات واغاني اطفال على اساس انهم قدوات. يا جماعه الناس جد مزودينها. يا جماعه احنا جد احكي لكم، كنا بالمدرسه نرجع على الصف اول شيء الشباب بيحكي لهم يا جماعه تعالوا اوجيكم، طلعوا القصه مكبرها يصير كلهم زي هيك وانا شوف تعال شوف. طيب يا جماعه هذا الفيديو الثاني اللي اقوله اياه، تعال نشوف مع بعض. اي هون يا جماعة قصة، فهي كبست ما تحكي ما تقصني اخي مرة تانية، خلاص يا زلمة انت كل بث. بعدين لقوله كمان فيديو تعمل موشن. اوكي تعالي خلص اوكي. في ريم كتير ناس بسألونا عنه هذا السؤال اللي اوكي يا جماعة فجأة صار تعيط فشكله كمان قصة بهالفيديو. هذا فيديو يا جماعة هو بقص، والله تعرف شو لازم نسوينا لو انا عندي عرس بديش اي اطفال يزعجوني، بجيبه على باب العرس، اي واحد هيك بزعجه طفل ببلش القط فيهم واحد. هذا البني ادم جد نيال اصحاب، يعني بعرسهم او خطبتهم ولا طفل حيتفلسف باي شيء، هيك حيكون واقف قدام الباب يطلع يلا زلمه تعالوا، يلا زلمه طلع صوت، زلمه طلع صوت. طيب يا جماعه الناس بلشوا يفتشوا بفيديوهاته ما سابوه فعليا، لسه كمان في مقاطع، شوف هذا المقطع. نص ساعه بالعشر كنا نخلص من 3 ساعات، بعدين بالحلقه الثانيه صرنا نعمل كيف انه كل شخصيه مثلا بتمسد هيك بنص الحلقه بلش يشحب بنته هاي الحلقه او بالمسلسل كامل، فيعني صرنا نستسهله. ولكن تعرف يا جماعه انا جد حزنت عليه، انا حزنت، يعني بني ادم قاعد بحاول يمسك القناه يحاول يعمل فيديوهات مع بناته، بس يعني هذيك بنته بتعذب ايش بتسوي فوضى بالفيديوهات، فهو بحاول يخليها تقعد تخليها تهدى، بنته قاعده بتجننه قاعد بشحف فيها قصه كل الدنيا كبست معها عليه مسكين. عاد والله اللي حبيته يا جماعه هذا الفيديو نزلها تويتر وكانه ايش فضيحه انه ضرب بنته، فانا حكيت خليني افوت الفيديو اشوف هالبني ادم كيف بضرب بنته، انا حعمل عنه فيديو افضحه. الاخت ميس تعرفني اكثر من الست ليه، ان شاء الله بغلين بدك تحاول تعرف عني اشياء اكثر عشان تفوزي. يا جماعه بمزح مع بنته والناس قلبوها، لا ابو الصعيدي انت كيف تضرب بنتك يا زلمه. طيب يا جماعه هسه بدي اورجيكم تنهيفات لتويتر على ابو الصعيدي، بعدين بورجيكم لما ابو الصعيدي كيف اعتذر، اخر ايش بورجيكم اياه. شوف هاي عمر الصعيدي ما يفجأ بنص طيب يا جماعة نزلوا فيديو كاتبين عمر الصعيدي في البث الجاي، دقيقة نشوف شو بيعمل البث الجاي، خلينا نشوف شو عمل. برا هذا ما في مسكرة، لكن هذا ما في اسمه كلام، هذا فكر انت هرب.
طيب يا جماعه ابو الصعيد كيف، ابو الصعيد شافه فوصله نجوميه، جاب ترندنج على السعوديه على الاودم كل مكان، جاب ترندنج، كيف البني ادم. مساء الخير يا جماعه، كيف الحال؟ اكيد الكل شاف الترند في السعوديه هلا، خصوصا في تويتر. اسمي متصدر في ترند. جماعه ابو الصعيد مكيف ان جاب ترندنج نمبر 1. تعرف البني ادم اللي القاص بنته بثلاث فيديوهات وانتشر على تويتر؟ شفت البني ادم اللي ضرب بنته بالفيديو هذاك؟ هذا انا، يعني ديش افاتك، هذا انا جد. يعني احنا طبعا الحمد لله هلا متصدرين تويتر خصوصا في السعوديه. يمكن بيحكي هيك بس هو مش مبسوط فعليا انه يعني جايب التندق نمبر 1، يعني هو بيحكي انه انا جايب التندق نمبر 1 بس يمكن مش مبسوط. خير يا جماعه، يعني كثير مبسوط انه انا في الترند في تويتر، ان شاء الله كمان في السناب شات وفي الفيسبوك وفي كل المواقع. بتمنى كمان ما شاء الله. طيب يا جماعة هسه الاعتذارات بتبلش، دائما الواحد بس يخبص الدنيا على السوشيال ميديا بتبلش الاعتذارات. انا حبيت نوجه هاي الرسالة الصغيرة انه هاي المشاهد انه مش مزعة، مسحة. كانت بس مزعة، بس انا حكيت لك احكي مسحة، مسحة مش مزعة، مش مزعة ها. مسحة. هاي المشاهد انه مش مزعه، مسحه انه هاي المشاهد بتصير يعني بكل العائلات. فعليا والله بيحكي صح، فعليا كل عائله صارت فيها الشغله وكل مكان بالدنيا صارت فيه هالشغله، والناس جد قلبين حساسين، والله قلبين حساسين ليفل مليون. اي شيء الواحد صار يحكيه ناس بيهاجموا عليه، اي تنهيف بدك تعملها بدك تحسب لها مليون حساب. ما تفكروا يا شباب هاي ايدي هي هون، حدا يفكر انه مثلا حاط ايدي وعمالي بدي اسوي اشي ماماي او كذا. هاي شوفوا طلعوا يا جماعه المسكين البني ادم بطل باي فيديو يقدر ينزله الا اذا يصير كشفهم قدام الناس. بابا هون ما تتوقعوا اي حركه. هاي ايدي خليني ماسك ايدي هيك عشان انا مسكين. طلعوا يا جماعه ايدي بطل يعرف يخفيهم بالكاميرا، بطل كل ما يخفيهم الناس بفكروا بقص بنته. ايش يا جماعه اجى حد هيك حس حاله حدق، البني ادم اللي كشف الدنيا حكى ايه كمان امهم، كمان امهم بتسوي عنف. شوف هذا الفيديو نشر على تويتر وجاب كثير تويتس ولايكات، ولهسه مش فاهم ليش. شوف الفيديو. لا قاعدين ومش مشتركين في القناه، ضروري كثير انكم تشتركوا في القناه، فرجاء هلا اللي مش مشترك بس يكبر. شوف كيف مدد ايدها على بنتها بالفيديو. لا لا يا زلمه ليش هيك عملتي؟ يا جماعه بنتها كانت قاعده زي هيك، حكيت لها قومي عدلي ظهرك عشان ظهرك يصير منيح وبس. الناس كيف تسمعها يا ابوي، الناس شو حساسين يا جماعه. بدل هالفيديو تبعي بدي احكي لكم انه العالم قالب حساس، كل الدنيا قالبين حساسين بالعالم، والشغله صارت مزعجه يا جماعه. كل شيء بتحكيه صار تحسب حسابه، يمكن يحسبوه تنمر، ممكن يحسبوه عنصريه. يا جماعه ان شاء الله عجبكم المقطع، ويا جماعه تنسوش ب 15/7 يا جماعه حنسفح، ويسعد دينكم انكم تشتركوا انكم تعملوا لايكات تعليقات دون ما حسوي اي شيء انا، وانتم صراحه مسفحين يا جماعه مسفحين. يسعد دينكم جد، وان شاء الله فيديوهاتكم شويه بتتحسن، ويلا سلام بيس.